شي مرات كل ما كيحتاج الواحد هو يجبد الادوات ديال الصباغه ويحط قدامه كاع الالوان وياخذ شي لوحه قديمه ما عمرها كتب ليها تكمل ويبدا غير كيخطط في جميع الاتجاهات. كيف ما جابت اليد هاد اللوحه عندها اكثر من عامين وما عمرها كتب ليها تكمل، حتى جبتها بديت كنرسم فيها هاد الخطوط بالزراق بالليموني بالصفار، واحد الحصه ديال الاسترخاء رائعه. ومورا تقريبا 4 ساعات كانت هذه هي النتيجه.